بقول له بدي ايضا مثلا كل شخص لأن التجهيل والتشتيت الفكري جزء من الحرب التي تشن على المناطق المحررة، وبسبب الغياب الواضح لمراكز تطوير المهارات في ريف حمص، قام عدد من الشباب المتطوعين بإنشاء مركز يعنى بإقامة الدورات التي تهتم بمجالات متنوعة كالإعلام والإدارة ومهارات الحاسوب واللغات وغيرها، بإمكانيات بسيطة وبعزيمة كبيرة، سعياً لاستقطاب الشباب ورفع سوية مهاراتهم وتنمية خبراتهم. فكرة مركز غدق نشأت عن طريق اجتماع عدد من الكوادر العلمية والكفاءات داخل منطقة حمص الشمالي. هاي الكفاءات اجتمعت نتيجة الحاجة الماسة في المنطقة لمثل هاي المشاريع. النظام حاول خلال 6 سنوات من الثورة انه يمارس حالة من التجهيل الاجتماعي داخل صفوف المجتمع، فكان لابد من وجود حملة مضادة لهذا الامر. نتيجة هاي الحملة المضادة كانت هي انشاء مركز غدق. قواعد بيانات، تمام؟ الإقبال على المركز يتزايد يوميا بسبب الحاجة لهذه النوعية من المراكز، ما دفع القائمين عليه إلى إطلاق الدورات المتتالية بأجور رمزية والبدء في تطويره وتوسيع مجالاته والتجهيز لعدة خطوات قادمة تلبية لرغبات الطلاب المسجلين فيه، والذين منعت ظروف الحصار أغلبهم من متابعة تحصيلهم العلمي. في مهارات يعني ما كانت موجودة أو ما في دورات تساهم فيها، مثل مهارات تصوير الحاسب، يعني مهارات كانت موجودة بالريف شوي خجولي، عبارة عن دورات ICDL. مشكورين هون الشباب، يعني ساعدوا كثير من الشباب الحابين يزيدوا مهاراتهم. أغلب المنتسبين لهذه الدورات هم من نشطاء المنظمات المدنية أو الوكالات الإعلامية، ما يساعد في رفع سوية الأداء الثوري في المناطق المحررة، كما يأمل متطوع المركز ومنتسبوه وإداريوه. يحاول القائمون على المركز طرق أبواب مجالات ومهارات متنوعة، سعيا منهم لرفع سوية المتدربين وكفاءتهم علميا وعمليا. أنور بالوليد للأورينت نيوز، ريف حمص.